ما تخف شويه ابو كمال. عليا النعمه كان في جره وطلع لبره. بس يا بنت اخلص. الله اكبر يا ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوه حلوه حكايه المركز دي. تصلي على النبي وبلاش تجيب سيره المركز يا دكتور. مبقاش انت غيرك يا سباك اللي هتتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلك يا رخانه. تاكلني يعني ايه؟ احفظ مركزك كده. لا 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 وبعدين؟ لا لا عزوز المفك يا عزوز. وبعدين بقى معاك تهوه. الله والله العظيم اجيب بنافين لو انزل فيكم تكسير. بس غير هتهوه. ما قدامك واس خميس. انا بشتغلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه عليه. ادي. فعلا. انا مشدود يا اخي. انا اسف دنداني اسحقك عليا. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل، ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك. هذا دنداني، احنا الثلاثه اللي متعلمين اللي متنورين ضايعين. كل واحد مننا عنده مشكله قد كده اهو. انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشه والوقت وقتك. ده بيتهيألكم. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جايه من الهوا، فلوس مكسبها حرام، وده اللي مضايقني. هو انت في حاجه بتضايقك ليه؟ انت بتحس زينا؟ هو انت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط. انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين، تعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول وعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقولك، علشان الحاجة اللي بريال بيعملها بتلاتة اربعة جنيه. الحاجة بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكرة. بالك انت لو رقبت يوم مش هلاقي اكل. صبي يا دكتور، صب صبي لي ابو كمال. خد اتنايل اشرب، ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر ابو رجاز. ايه ده؟ الازازة خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازة. منين يا خميس؟ ده احنا لسه بقول ليه. انا هقول لكم على حاجة، احنا هنكمل السهرة بلوش. صحيح. انا سلام كده يا هادي. انا سندر طبعا. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حكيته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى، مفيش مانع. جرسون الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غير. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيه يزعل. المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ده مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه 124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكهة 1000 جنيه؟ افندم امشي انت دلوقتي. امشي من قدام الساعات. امشي امشي من قدام الساعات. بقول لك يا هاني، ما تدفع انت المرة دي. ها خلينا بقى للتقايل. تقايل يا كمال؟ ايه انتوا معكوش فلوس ولا ايه؟ اسمعها بقى. لا ولا انا ولا انت. اه ولا انت ازاي؟ انا معيش غير 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا اخي لازم البلاغه بيكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. ايه المهم؟ هنطلع من الورطه دي ازاي؟ مفيش محل واحد. انا هعمل اللي انا رايح الحمام وهشيل سكينه كهرباء، المحل هيضل تسحبه وانا وراكم. ها؟ وسمعتنا خميس؟ سمعتنا ايه وهباب ايه؟ احنا عندنا سمعة. استر يا رب. ما كنا قاعدين على السطح محترمين، لازم تعملوا فالحين وتقولوا نسهر هنا؟ عيب وجه السطح. انا خايف. تعرف تسكت؟ اعرف يا سيدي. انت متأكد يا عزوز ان هو ده المحل؟ ايوه، ليه اكبر محلات حلاوة اللي عند تابلي الست. اسمعوا يا جماعة، استعداد العب اللعبه السخيفه دي. انا ابني لازم اتربي بصراحه. يا جمال يلا. لا مش عايزينك. يلا امشي. انا ماشي. امشي امشي. اتفضل على الظهر. وسع وسعها النطق. وسع وسع. تعال طلع 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 طلع. اللحمه دي مذبوحه في الشفخاء في الخشفاء في السلخانه؟ ايوه دي. فين رخص المحل؟ هي دي. شمع المحل بالشمع الاخضر، بالشمع الاصفر، الاحمر، بالشمع الاحمر. تحت امرك يا دكتور. ايه اللي حصل بس يا دكتور؟ اللحمه دي لحمه براني، مش بعيد تكون لحمه حمير. اتاكد بنفسك يا دكتور. الله.
عندك محضر ده خارج السلخانة. ها؟ خلصت مهمتك على الظابط؟ تمام يا دكتور. متشكر قوي. كبير نعيم ده المعلم حلاوة يا بيه. عشان كده لازم ناخد على دماغه. وعين هذا المعلم. استنى. انت بتهددنا بالغول بتاعك ده. الله العظيم ده حاجة. انت واقف عندك هنا ليه؟ هاتلنا عينة من اللحمة عشان نعملها اختبار مع الشوربة. يلا حاضر. الشمع الأحمر جاهز يا دكتور. نفذ الخلع يا حضر الظابط. انت بتفرقني ده ليه؟ شو يا بيه؟ حط له خلع. افتح شوط خلص اوكي يا حظابط اوكي يا دكتور كله تمام كله تمام يلا بينا وسع وصل على النبي وسع وسع وصل على النبي وسع وصل على النبي حسن العيال كله خدوها في العضل خدنا كم الدرج 701 702 703 704 كويس يلا عشان نلحق المحامي واجب يا دكتور بس مش متهيألي ان واد العربيه الهاني الاول الواد انا خايف منه قوي ده واد عايل تفتكر ممكن يبلغ عننا لازم نوري له العين الحمراء بقول لك يا عزوز ايوه انت متاكد المعلومات اللي انت تتهالي دي عيد يا دكتور طبعا تبقى الخبطه الجايه جاهزه وراكوا الزمن طويل عن تابلي كمان كمان وحشتني قوي يا جمال وانت كمان بس ما تعاوتيش كل حاجة وليها حل ان شاء الله يا رب يا جمال يا رب فاطمة يا فاطمة الخبر اسود ونايل بابا مين بابا بابا مالك يا زحمة اروح فين طيب بس هو يوم منيل من اول يوم منيل من اول فاطمة يا حوي اتجرى بسرعة يا فاطمة ايه بنادي عليك ما بترديش ليه جرالك ايه انت لا مش انا انت بتعمل ايه هنا فعلا هياخد اروان كنت نسيت الاروان انطى يا كلب بلاش انا عهدي بيك رجل المعروف انا هقتلك انا هتبعك اجي فين تعالى هنا واحده وكهبه ولا ايه رايح فين يا فاطمه خربش ده كويس اسيبه ازاي دورك انت بعدين لما اخلص منه من مين هي سايبه اوعى بس حولك على كلب تعالى هنا اهو شوف ما تلفليش ودور عتبلي انا هفرجك انت شامل ليه انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده انا رقيع اعتدي على حرم البيت يا سافل تعالى هنا يا ابني يا عبد يا بابا سيبه سيبه لازم اخلص عليه لازم اموته يا نهار احوس يعني كنت هضيع عوانتك خد البس تضحك امال عايز نلطم المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي اي والله ايوه ده احنا جعانين ما تيجوا ندور عليه هندور عليه فين هل ابن خبط على البيوت وما حدش اتفق يا جدع بقول لك جعان جعان اهو ما لقيناهوش نروح للواد هاني نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام يلا كل واحد وتصوا